مساكم الله بالخير مشاهدينا، وياهلا فيكم معنا في برنامجنا اليومي الديرة الذي نطل به عليكم عبر شاشة تلفزيون الكويت من الساعة 6 حتى الساعة 7. أما الإعادة فهي على كويت سبورت من الساعة 9 حتى الساعة 10. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، كل الشكر للتجارية واستضافتهم لنا في هذا المكان، وشكر آخر اللي زاد هذا المكان جمال وهذه الإطلالية الجميلة مثل ما أنتم شايفين مشاهدينا، وهو أثاث لاكجري هوم ومكانهم في مجمع وارا. اللي حاب يتواصل معنا، عندك فكرة، عندك إنجاز، عندك إبداع، ما عليك إلا تتواصل معنا عن طريق الإنستغرام أو طريق الإيميل وأيضا السناب شات. مشاهدينا، النجاح دائما طريقة صعب وليس ممهد بالورود، ولكن إذا صار عندك إصرار وعندك إرادة رغم الصعوبات إن شاء الله راح توصل إلى ما تتمنى. بعد هالفاصل راح نعود لكم مشاهدينا مع أبطال رفعوا اسم الكويت عاليا في جميع المحافل. نشوف معكم هذا الفاصل ونعود. قطاع التنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية، ولقاء مع السيد فيصل المقصيد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية. تقرير عن الهيئة العامة لشؤون القصر. إنجازات كويتية في المحافل الدولية لموهوبين مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع. قطاع التنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية، ولقاء مع السيد فيصل المقصيد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية. رجعنا لكم مشاهدينا مع ضيفنا الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة مدير عام الأندية المدرسية المسائية السيد فيصل المقصيد. مساك الله بالخير وحياك الله استاذ فيصل. يا مرحبا. ايش رايك في هذا المكان الجميل والاطلاله الرائعه؟ بالعكس، مكان جميل واطلاله جدا جميله. حياك الله استاذ فيصل. نقول فصل الصيف طويل وحار، فبنعرف شنو استعداداتكم في قطاع التنميه لقضاء هذا الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا وضعت وزاره التربيه خطه واستراتيجيه واضحه المعالم. نعم. منذ فتره ليست قصيره لاستعداداتنا لهذه الأندية المسائية وعودتنا مثل ما كان في السابق الأندية الصيفية المسائية، واستغلال أوقات فراغ أبنائنا الطلبة بالشيء المفيد، وأيضا إبراز مواهبهم وصقل مواهبهم وإبداعاتهم بالشيء المفيد حسب رغبات أبنائنا الطلبة بهذه الأنشطة. في السابق كانت الأندية موجودة وتوقفت، احنا فضلنا بعودة هذه الأندية بحلة جديدة بأنشطة مختلفة عن السابق. فكر أبنائنا الطلبة تغير عن الفترة السابقة. الأنشطة يجب أن تواكب العصر الحديث، التكنولوجيا مطلوبة، الوسائل العلمية الحديثة مطلوبة، الجوانب الترفيهية وكل هذه الأنشطة. فوزعنا 12 مركز و12 نادي في على مختلف محافظات الدولة، حطينا 6 مراكز للطلاب و6 مراكز للطالبات، وفضلنا وجود واستحداث مراكز تكون على مدار السنة بدون توقف، اللي هي 4 مراكز لصالات البولينج،
ثنتين منهم للبنين وثنتين للبنات، وأيضا مركز الريبوت اللي موجود في منطقة الروضة، هذا مركز السنة احنا استحدثناه لأبنائنا الطلبة، وأيضا مركزين لأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة في التربية الخاصة، مركز البنين ومركز للبنات. كل هذه انطلقت من قبل 10 أيام ومستمرين فيها على مدار السنة إن شاء الله. سادي شيء جميل نقول، تطرقت من خلال حديثك إن بالسابق شباب السابق غير عن شباب الوقت الحالي، التطور التكنولوجي، أول كان عنده وقت فراغ فيقضي في نقول في النشاطات والفعاليات أو إنه يروح حق النوادي، الحين شيء صعب إنك تجذب. شنو أنشطتكم أو على أي أساس يتم اختيار الأنشطة والفعاليات لجذب الشباب، خصوصا الحين في أشياء ترفيهية يعني كثيرة في هالزمن؟ يعني احنا وضعنا اول ما استلمنا القطاع وضعنا لجنه لدراسه اهل الميدان شو اللي يرغبون فيه من تنوع هذه الانشطه وتطويرها بالشيء المفيد بما يتناسب رغبات ابنائنا الطلبه. فاحنا نزلنا للميدان، عملنا الاستطلاع للراي شو اللي يبون عيالنا ان نضيف لهم من انشطه ونستحدث لهم بهالجانب هذا. ففضلوا الكثير من الجوانب التكنولوجية الحديثة والجوانب العلمية، وأيضا الفكر مالت عيالنا يختلف عن الفكر السابق. يعني الجوانب الترويحية والترفيهية كانت بسيطة في ذاك الوقت، فكان ملجأ العيال كله على ذيك الفترة على الأندية المسائية. الفترة الحالية أو الجيل الحالي فضلنا نستقطب هذه الأنشطة وفقا لميولهم. فإحنا لما فتحنا المراكز يعني الإقبال كان جدا مميز من أبنائنا الطلبة، اضطرينا أن نزيد عدد معلمينا ومدربينا لسد هذه الاحتياجات وفقا لرغبات أبنائنا الطلبة، وعددنا هذه الأنشطة المختلفة، ودخلنا أيضا الأسرة معانا في هذه الأنشطة داخل الأندية المسائية. يعني مو الأب أو ولي الأمر يودي ولده عند باب المدرسة ويمشي، لا، يقدر يدش ولي الأمر أو ولية الأمر إنهم يشاركون. تقارب أسري بعد بالضبط. أكثر أستاذي، لأن المركز هذا مركز أسري تربوي واجتماعي، فالولد يروح للنشاط اللي هو يفضله وولي الأمر يروح للنشاط اللي هو يرغب فيه. هذه المرحلة احنا وصلنا فيها بشكل جدا مميز، وفتحنا ايضا مراكز تخصصية. عودة المسرح المدرسي كان هذا من ضمن المتطلبات اللي احنا وضعناها بعين الاعتبار وانطلقنا فيها بشيء مبسط السنة الماضية، السنة هذه فتحناها بشكل اكبر وموسع لأبنائنا الطلبة، وخضنا لمعلمينا ومعلماتنا دورات تدريبية مكثفة بفنون وحركات المسرح، وهذا يعني احنا رائدين في على مستوى الوطن العربي في هذا المجال. فهالسنة هذه راح نشاهد مع انطلاقة العام الدراسي الجديد اللي هو المسرح المتنقل، اللي هم فريق من المعلمين والمختصين اللي راح يدورون على مدارس وزارة التربية لاستقطاب هذه النخبة المميزة من الممثلين، من المخرجين، المصورين، كل الأمور، الكادر اللي يحتاجه فن المسرح راح نستقطبه في هذا المجال. بس أنشطة يعني فنية مسرحية ولا أيضا في رسم موسيقى أو موسيقى؟ أي نعم، الموسيقى الحين أحيانا الأوركسترا الكويتية الوطنية. هذه الأوركسترا احنا بلشنا فيها قبل فترة بسيطة، لكن صقلنا مواهب أبنائنا الطلبة وأيضا العازفين منهم على أساس تكون عندنا أوركسترا كويتية جميلة نفتخر فيها ليه قدام، ليه المستقبل. يعني أنا أحييت أكثر من مناسبة في هذا الجانب، دعيت من المختصين والمهتمين بهذا الفن الجميل وعطوا دافع وتشجيع كبير لأبنائنا الطلبة، وأيضا
لإخواننا الموسيقيين في هذا الجانب. فراح تشوفون مع بداية العام الدراسي الجديد حلة جديدة من الأنشطة والإبداعات من أبنائنا الطلبة بمختلف المستويات، سواء كانت رياضية، اجتماعية، ثقافية، مسرح، موسيقى، حتى الجوانب العلمية من خلال اهتمامنا، من خلال تعاوننا مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع. راح تكون هناك العديد من البرامج والأنشطة راح نشاهدها، وراح يتلمسون الإخوان المشاهدين والمتابعين والمهتمين بهذا الجانب خلال الفترة القليلة القادمة. يعني شيء جميل أن القطاع التنموي قاعد يساعد وبصورة واضحة في بناء المجتمع، خصوصا يمكن أغلب الجيل الحالي يشكو من وقت الفراغ. طيب عندكم شروط الانضمام إلى هذه النوادي ولا بالعكس مفتوحة للجميع؟ لا لا، مفتوحة للجميع. نأخذ الحين الأعمار الأندية الصيفية، من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية، وأيضا مثل ما ذكرت لك حتى أولياء الأمور قاعدين نستقطبهم في هذه الأندية كشراكة مجتمعية حقيقية، قاعدين إحنا نبنيها داخل وزارة التربية لاستغلال أوقات فراغهم وتنمية مواهبهم وصقلها بالشيء المفيد. شلون شفت الإقبال على هذه المراكز السابقة؟ يعني أنا يوميا عندنا إحنا برنامج يومي لزيارة هذه الأندية للوقوف على الاحتياجات، وأيضا للوقوف على العديد من الأمور، وأيضا استطلاع آراء أبنائنا الطلبة إذا كانت عندهم بعض الآراء والملاحظات في هذا الجانب حتى نطورها في حينها في هذا الجانب، وإذا كانت هناك بعض الاحتياجات أن نوفرها على طول في هذا الجانب. أيضا زياراتنا لمراكز التربية الخاصة من أبنائنا ذوي الاحتياجات الخاصة، هذيل أقبالهم أكبر في هذا الجانب بفضل دعم مباشر من أولياء أمور الطلبة في هذا المجال. يعني ذيل أنشطتهم تختلف عن عيالنا الأصحاء، هذيل يحبون الرسم، يحبون الزخرفة، يحبون المسرح، يحبون الموسيقى، يحبون الشغلات الحرفية اليدوية. فذيل احنا كثفنا هذه الورش لهم، وايضا كثفنا المدربين المتخصصين في هذا المجال. فذيل احنا عندنا الاقبال جدا كبير في هذه الاندية. بعدين لا تنسين استاذ افتخار بان طول فترة الاجازة الصيفية الاربع اشهر هذه السنة، هذه اطول فترة ياخذونها عيالنا الطلبة واخواننا المعلمين، فيجب ان نستغل الاوقات صح. اي نعم، نستثمر صح هذه الجوانب بشكل والشيء المفيد لعيالنا وبناتنا الطلبه. طيب استاذ فيصل، هذا نقول اللي انجزتوه، مستقبلا شنو عندكم انشطه وفعاليات ستنجز ان شاء الله؟ ان شاء الله مع بدايه العام الدراسي الانديه وفلسفه الانشطه سوف تختلف عن ما هو موجود حاليا. الأنشطة راح تكون جدا متطورة، يعني في المجال الرياضي احنا برمنا اتفاقية ولله الحمد مع الإخوان في الهيئة العامة للرياضة، راح تكون هناك انطلاقة لدوري المدارس اللي كانت في السابق موجودة على مستوى جميع المناطق التعليمية في الكويت. راح يكون هناك دوري لكرة القدم للمرحلتين المتوسطة والثانوية، وبعد الدوري من القسمين الأول والثاني راح نروح للكاس، بعد الكاس راح نروح لكأس السوبر اللي هو راح يمثل بطل الدوري وبطل الكاس. شيء جميل. وأيضا فتحنا 6 أكاديميات لكرة القدم للمرحلة الابتدائية، لأن هذه المرحلة جدا حساسة اللي تتطلب تأسيس لعبة كرة القدم واكتشاف المواهب أيضا بالضبط من خلالها. لأن وزارة التربية هي الرافد الحقيقي للرياضة ولجميع الفنون صحيح من خلال وزارة التربية، فيجب أن نهتم بالنشء في مختلف المجالات. أيضا فتحنا راح تنفتح أكاديميتين للسباحة السنة هذه إن شاء الله، وأيضا صالات البولينج والبطولات راح تكون
مستمرة طوال العام الدراسي القادم 2016-2017. راح يكون هناك أيضا ماراثون لألعاب القوى لطلاب المرحلة المتوسطة من الطلاب والطالبات. إضافة إلى الأنشطة العلمية المكثفة راح نركز عليها، هذا من خلال تعاوننا الوثيق مع إخواننا في مؤسسة الكويت التقدم العلمي. أيضا المسرح راح يكون له دور كبير المرحلة القادمة، الموسيقى أيضا في هذا الجانب. فالأنشطة راح تكون متعددة، وأيضا احنا ضفنا بعض الأنشطة اللي هي منها نشاط الألسن اللي هي اللغات، اللي هي الطالب اللي يبي يقوي مثلا من لغته الإنجليزية، وأيضا يبي يتثقف أو يطلع على اللغات الثانية، يتعلم اللغة الفرنسية والروسية وبقية اللغات. هذه احنا راح نوفرها في المرحلة القادمة في الأندية المسائية. نعم. طيب استاذي، ما شاء الله فعالياتكم نقول وايد وأنشطتكم وايد، ماذا عن المكان أو المنشأة إلى هذه مثل هذه الفعالية؟ هل هناك عندكم منشآت خاصة؟ يعني وجود مدارس وزارة التربية يعني فيها العديد من المرافق اللي احنا محتاجينها. نعم. بالذات يعني المسرح موجود متوفر. بتقنية جدا صحيح. عالية. نعم. واحنا يعني كل سنة قاعدين احنا نعمل لها الصيانة الدورية اللازمة في هالجانب. نعم. هذا ايضا ملاعب كرة القدم موجودة، والصالات الرياضية المغلقة هذه ايضا متوفرة وموجودة. نعم. فاحنا قاعدين نستغل هذه الامور بشكل الإيجابي لعيالنا في المرتادين للأندية المسائية. نعم. وإحنا رايحين على التطور، والحين فترة الصيف ترى كل القطاعات الفنية والهندسية شغالة على صيانة هذه المدارس لاحتياجات مدراء المدارس لبعض متطلباتهم، إحنا قاعدين نوفرها بالشكل المطلوب. يعطيكم العافية. أستاذ فيصل، يعني ديننا أيضا يقول علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، ويمكن من خلالكم إحنا قاعد نستثمر أوقات يعني الشباب خصوصا سن المراهقة، هذا يعتبر يمكن جميع أولياء الأمور قاعد يشتكون من هذه المرحلة، من خلال الأنشطة والفعاليات اللي قاعد تقومون فيها تستقطبون هذا السن، في إقبال من هذا السن الحرج؟ جدا، عندنا إقبال جدا مميز بفضل الحملة الإعلامية الموسعة اللي احنا قاعدين نقوم فيها في وزارة التربية. وفي هذا المقام أنا أحب أسجل عظيم الشكر والامتنان لمعالي وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب على دعم المستمر للشباب. لنا لدعم الشباب، وسخر كافة الإمكانيات الإعلامية المتاحة لدى وزارة الإعلام بكافة قطاعاته لدعم المشاريع الشبابية التي تحتضنها وزارة التربية. وهذه الأفكار والبرامج اللي قاعد ذكرتها لك كلها بشراكة مباشرة ما بين وزارة التربية والهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للشباب ووزارة الشباب ووزارة الإعلام، كلها تحت مظلة معالي وزير الإعلام اللي قاعد يدعم معالي وزير التربية الدكتور بدر العيسى بشكل مباشر بهذه الأمور. وهذه كلها اللي قاعدين احنا قاعد نقوم فيها كلها انطلاقا بتوجيهات حضرة صاحب السمو حفظ الله ورعاه على الاهتمام بالشباب وتنمية مواهبهم واستغلال أوقات فراغهم بالشكل المفيد واستثمارهم لما يفيد النفع العام لمجتمعنا في هذا الجانب. يعني واحنا قاعدين نقوم بهذا الجانب. الله يعطيكم العافية، وجهودكم واضحة خصوصا الصيف مثل ما تفضلت طويل والجو حار، واغلب الناس يمكن الصيف ما سافروا، يعني قاعدين في الحرارة في كل مكان مثل ما يقولون. طيب استاذ فيصل، كلمة أخيرة حق المشاهد. يعني احنا نشاكرين لكم خصوصا أولياء الأمور. لا بالعكس، احنا نسجل كل شكرنا وتقديرنا لأولياء الأمور اللي هم الجناح الأيمن لنا في هذا الجانب التربوي اللي احنا قاعدين نقوم فيه. فلولا تعاونهم يعني ما قاعدين احنا نحقق النجاحات يوم بعد آخر بشكل الإيجابي، وكل هالأمور هذه من أجل بلدنا الله يحفظ
أميرنا وولي عهدنا وديرتنا الحبيبة من كل مكروه إن شاء الله. آمين. كل الشكر لك أستاذ فيصل مقصيد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة المدرسية المسائية، كل الشكر لك. مشاهدينا فاصل ونعود. تقرير عن الهيئة العامة لشؤون القصر. هيئة شؤون القصر من الهيئات الحكومية التي تمارس العمل المباشر مع المواطنين الكويتيين، وطبعا لها فلسفة جميلة جدا، فلسفة إنسانية وتربوية، ولا شك أن هذه نتيجة اهتمام الدولة في الطفل واهتمام الدولة في الأسرة برعايتها لأموال أبناء المتوفين وكذلك المحجور عليهم وغيرهم من المفقودين والأسرى والفئات الأخرى اللي يعني ترعاهم هيئة شؤون القصر. احنا لله الحمد نفتخر في هيئة القصر أننا يعني نوزع سنويا ما يعادل من 10 إلى 11% أرباح على أبنائنا القصر، وهذه نسبة يعني في كل المراحل السنوات الماضية في شدة الأزمات المالية كانت الهيئة توزع مباشرة هذه النسب الأرباح على القصر، وهذا دليل نجاح العمل الاستثماري الخاص وإدارتها لممتلكات القصر. توفر إدارة الرعاية الاجتماعية كافة الخدمات المالية والأسرية والتربوية للمشمولين في رعايتها بوصاية الهيئة العامة، كما تبحث في الحالات الاجتماعية للأسر من خلال الزيارات الميدانية ولتوفير الرعاية الفردية والاجتماعية. الخدمات التي تقدمها إدارة الرعاية الاجتماعية عندنا أقسام في الإدارة: قسم التوجيه والإرشاد في استقبال المراجعين وفتح الملفات، ويقارب تقريبا 532 ملف سنويا، ومتابعة القاصر ماليا واجتماعيا وتربويا، وحل مشاكل القصر مالية والتعثر الدراسي. كما تقدم إدارة الرعاية الاجتماعية والتربوية مساعدات دورية بما يعادل 6 مرات في السنة في أرصدة، ويتم إضافتها في أرصدة القصر ذوي الدخل المحدود والدخل الدخول الضعيفة وفق الضوابط المتبعة والمعتمدة من مجلس الإدارة، تصرف كل 3 شهور. كما تقوم الباحثة الاجتماعية في العديد من الأبحاث الاجتماعية والكتب الواردة والصادرة لعدة إدارات في الهيئة، وتقوم أيضا في الزيارات الميدانية إلى الأسر عن طريق الذهاب إلى منازلهم والمستشفيات والمدارس وكافة الجهات التي يستفيد منها القاصر. يتم تقديم مساعدة من خلال اللجنة الاجتماعية من مبالغ الزكاة، تقدم مساعدة ضعف دخل، بدل إيجار، مساعدة شراء سيارة، مساعدة علاج في الخارج وشراء أجهزة طبية، ومن خلال هيئة مساعدة الأسر ذوي الدخل المحدود والأسر المحتاجة. للموهبة والإبداع.
رجعنا لكم من جديد مشاهدينا. طلبة مجتهدين رفعوا اسم الكويت عاليا في المحافل، هم خارج مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع. أمسي عليكم وأقول لكم ألف مبروك، وأنتم خير من يمثل الطلبة بصراحة، حياكم الله. معاي الأستاذ عبد الله العويس، وأيضا الموهوبة لطيفة الخزيم، وأيضا عبد الله الخشتي، ومعاي الموهوبة أيضا العليا خليفة الصباح. مساكم الله بالخير وحياكم الله في برنامجنا الديرة. مساك الله بالخير. حياك الله أستاذي. أستاذ عبد الله، بداية شو المقصود بسمارت برين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية أشكر برنامجكم اللي سلط الضوء على طلبة فصول الموهبة في مركز صباح الأحمد، أحد مراكز مؤسسة الكويت التقدم العلمي. سمارت برين هو تحريك العقل الذهني وعدم استعمال الآلة الحاسبة واستعمال اليد أو الأباكسي اللي يقدر يحرك فيها بسرعة فائقة إذا كان عنده ما يقارب من 15 أو 14 كلمة أو رقم يقدر يحلهم بأسرع حتى من آلة حاسبة. ما شاء الله. وهذا اللي شاركنا فيه الحمد لله، ويابوا الجوائز اللي ما طلعوها ما طلعت من دايلة 13 سنة فيهم البركة الحمد لله، طلعنا 3 كؤوس إن شاء الله. بما أنك قريبة مني يا العليا راح أسألك، إنزين أين أقيمت هذه المسابقة وكم عدد المشاركين فيها؟ أقيمت مسابقة في مملكة تايلند. نعم. عدد المشاركين 1465 طالب وطالبة من حول العالم. ما شاء الله. بما أنكم متفوقين إبراهيم أقول لك ألف مبروك. أول شيء تكلم عن الميدالية الجميلة اللي لابسها. هي طبعا الميدالية حصلناها من المسابقة الجماعية. أي نعم. هي مسابقة عبارة تكون من 4 طلاب إلى 5 طلاب بالكثير. أي نعم. إنه طبعا يحلون كل واحد يمسك شيء، يعني مثلا واحد يمسك الضرب، واحد يمسك القسمة، واحد يمسك الجمع والطرح ذهنيا، واحد يمسك الجمع والطرح بالآلة اللي هي الأباكس. يحلون اللي يقدرون عليه من الأسئلة، وأكثر مجموعة تحصل سكور تاخذ ميدالية. واحنا حصلنا الميدالية الذهبية لأن خذينا المركز الأول. ما شاء الله. طيب هي يعني هذه المسابقة مستويات، في مستوى أول مستوى ثاني ولا كلهم نفس المستوى؟ لا طبعا في مستويات من المستوى الأول إلى المستوى العاشر. أي نعم. أنا حصلت المركز الأول في المستوى الثالث. أي نعم. المستوى العاشر اللي هو التاسع والعاشر هو المستوى الاحترافية اللي احنا لا نحتاج لا الإيد ولا الأباكس نفسها، بس يصير في آي سكانينج نطالع المسألة ونحل. أي نعم. طيب لطيفة، شلون شفت المنافسة يعني بينك وبين المشاركين موهوبين المشاركين معاكم في المسابقة؟ المنافسة كانت شديدة، لأن نفس ما قالت زميلتي من بين 1465 طالب الكلية بأعلى المراكز، الكلية بالمركز الأول، والحمد لله توفقنا وفزنا كؤوس عديدة. أي نعم. طيب أستاذي أرجع لك مرة ثانية، يعني هذيلي مخارج نقول جمعية صباح الأحمد للموهبة والإبداع، شلون احتويتوهم؟ شلون نميتوا الموهبة؟ لأن هم اللي عرفته أنا من دردشت معهم تحت الهواء ما شاء الله عليهم متفوقين بالمدرسة. هل التفوق يعني لازم عشان أوصل حق هذا المستوى من الإبداع؟ لا شوف، بالنسبة لطلبتنا إحنا عندنا فصول موهبة. نعم. نرعاهم من رابع ابتدائي لغاية 12. نعم. الحين عندنا طبعا من السادس، هم بسادس وسابع وإن شاء الله السنة الجاية يكون الثامن، لنا برنامج إثرائي خلال الدراسة، ولنا برنامج إثرائي بعد الدوام اللي هو من الساعة 4 للساعة 8، تتضمن منها تقريبا 4 إلى 5 ورش من ضمنها سمارت برين. ندخل الطلبة كلهم 180 طالب ويشوف من يحب. طبعا الطلبة سنتين وهم مراضين يبخرون ويبون وكلموني قال نبي الاحترافية، يعني الحين هم يمكن لطيفة الخامس وإبراهيم الثالث والعليا الرابع. نعم. بنوصل الاحترافية توصلونا، قلنا نوصلكم، وإذا في فوق الاحترافية راح نوصلكم إن شاء الله. نعم. وهذا كله دعم من مؤسسة الكويت تقدم علمي ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع. نعم. أبي تصورون نموذج من المسابقة يلا. بينكم عندنا لطيفة الحين تسأل إبراهيم. نعم يا لطيفة. أول شيء تمون ضرب ولا جمع ضرب؟ أنا أبي الأصعب. أصعب. نفس الأمس. يلا. 7
38 minus 9 13 52 3 5 answer 109. عارف لازم تكتبون الحاسبة. إيه نعم. طيب إبراهيم، يعني شنو الصعوبة اللي تواجهك أو واجهتها من خلال هذه المسابقة؟ أنا الحمد لله ما واجهت أي صعوبة، لأن إحنا خذينا مثل دورة مكثفة قبل المسابقة تقريبا صارت يوميا، وبعد مر علينا شهر رمضان كان ياخذوننا الظهر، كنا نعاني يعني تعب، بس شدينا حيلنا والحمد لله ما كان في أي صعوبة، لأن المسابقة جدا سهلة يعني، بس تحتاج إلى التركيز، سواء كان قسمة ولا ضرب ولا جمع، يعني كلها عندكم نفس المستوى نفس السهولة، ولا تحس إنه بالضرب أصعب شوي لطيفة؟ لا. أو إبراهيم أوكي. الضرب أسهل. الضرب أسهل؟ أي نعم. لطيفة الضرب تزيد صعوبته كل ما ارتفع المستوى، والجديد بالمستوى الخامس هو القسمة، يعني بالمستوى الرابع والثالث ما في قسمة أبدا، والمستوى الثالث ما في ضرب بس الرابع فوق، ويعني كل ما له يكون أصعب وتزيد الأرقام. أي نعم. الحمد لله الحمد لله. عليا بنتكلم عن الكأس، كأس الملكة ملكة تايلاند اللي كان مثل ما احنا ما شاء الله كؤوس، يعني تكلمينا عن هذه الكؤوس اولا، ومن ثم كنا اول مره يطلع من تايلاند الكأس. نعم. يلا كأس الملكة. نعم. هو كأس، شنو المهم بالكأس؟ في ميدالية. نعم. فيها فصوص الماس 5، هذا الميدالية هذه ما تطلع الا حق الاشخاص المهمة. نعم. يعني اي شخص بتايلاند تورينا هذا يستقرب شيء جميل، لان احنا كنا اللي يمسكون كاس وقت تايلاندين يمرون يطلعون هذه الميداليه. اي نعم. هذا كاس الملكه. اي نعم. يخافون شويه على بالهم ان احنا شخص مهم، بعدين يحاولون يستفسرون هذا من وين شلون حصلنا، و 13 سنه ولا خليجي او ولا عربي يقدر يطلعه، وانا حيل فخوره ان احنا الكويتيين قدرنا نطلع من هذا المكان. نعم. ونخلعه، واحنا فخورين جدا فيكم بعد يا عليا. طيب هل هناك مشاركين لم يحضروا معنا مثل هدي الخلف وايضا بدر العازمي؟ صح، حصلوا على مستويات. أي عندنا هدير. نعم. حصلت على كاس وزير التربيه شيء جميل وعلى المستوى الاول، وعندنا عائشه المستوى الثاني، عفوا المستوى الاول اخذت ثاني، وما شاء الله رئيس الوزراء ما شاء الله، وكلهم خذوا اللي هو كاس الاميره اللي 13 سنه الكوس كلها ما طلعت، ترى كل سنه يبون الكاس هذا الذهبي اللي الكل اذا خذ امتحان او خذ هذا ياخذ الكاس اللي هو كاس الشركه. نعم. بس لما تاخذ كؤوس الملكه ورئيس الوزراء ورئيس التربيه هذه عندهم طبعا عيونهم تبحلقت، وربعنا ما شاء الله صيحاتهم صيحات الكويتيين. نعم. وعندنا طبعا اولياء الامور اللي شالوا الصاله ولا راضين ننزل من المسرح. واحب اتشكر. نعم. من شخصي بامانه. نعم. سفير دوله الكويت في تايلاند. نعم. وسفير دوله قطر اللي كان لهم الدعم الدعم الكبير في حق عيالنا، واللي شرفونا بامانه خلال تواجدهم في 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 المسابقه. طبعا المسابقه 150 سؤال لازم يحلونه بخمس دقائق. نعم. الكل مستويات سواء الواحد الاول او العاشر. يمكن العليا في طبعا المجموعات اخذنا 4450، الثاني اخذ 4400. يعني بينه وبينه 50، الثالث 4000. هذا الفرق اللي كان بيننا وبينهم، وهذا الحمد لله هذه اول سنه يطلعونه، والسنه الجايه بنيبه مثل اذا سووه بناخذه مثل كاس اسيا. اخذنا اثنين وبهم ناخذه بعد. انا اهنيك بقربك من هذه المواهب واهنيكم، وان شاء الله انتم ترفعون اسم الكويت في جميع المحافل الدوليه. مشاهدينا وصلنا معكم لختام حلقتنا اليوم، داهمنا الوقت، كل شكل التجاريه وشكر الاخر الى لاكجري هوم، وشكر الى خبير التجميل تسنيم المنصور. اترككم بحفظ الله ومع السلامه.